يمكن اجواء امتحانات الثانويه العامه دي بترجعنا كده ل 20 سنه. انا شخصيا يعني بترجعني 20 سنه كده لورا شويه، قد ايه الواحد كان بيبقى عنده نوع من انواع الضغط شويه والتركيز، وانا عاوز احقق ذاتي ومستقبلي. بس تعالي نطلع من الجيزه نروح لسوهاج تحديدا ومحافظه اخرى، ونتابع فيها سير امتحانات الشهاده الثانويه العامه من امام احدى المدارس في سوهاج مع زميلنا محمد رفعت مراسل صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا احمد، صباح الخير عليك يا هدير، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام، كل التوفيق والنجاح لطلاب الثانويه العامه على مستوى الجمهوريه. اليوم انطلقت ماراثون الامتحانات، صحيح زي ما قال احمد الحسيني، اليوم امتحان التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه، مادتان لا يتم اضافتهم للمجموع الاساسي لطالب الثانويه العامه، ولكن من الضروري ان يجتاز الطالب هذه المواد لحصول له على شهادة الثانوية العامة. أقف الآن أمام لجنة مدرسة سوهاج الثانوية بنين، وهي لجنة رقم 2303 وموجودة في وسط مدينة سوهاج. هذه اللجنة هي واحدة من 78 لجنة أخرى عدتها مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج لاستقبال امتحانات الثانوية العامة. لدينا لجنة لطلاب الثانوية العامة ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى 12 لجنة خصصتهم محافظة سوهاج بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن المحافظة على سبيل الاحتياط ربما حدوث أي مشاكل داخل لجان أو ما إلى ذلك. لدينا في محافظة سوهاج 26,000 طالب وطالبة من المنتظر أن يشاركوا في امتحانات الثانوية العامة هذا العام. قبل هذا اليوم شهدت محافظة سوهاج العديد من الاستعدادات، العديد من التدابير ل ضمان توفير كل سبل الراحة وسبل الهدوء للمشاركين أولا في العملية الامتحانية ولطلاب الثانوية العامة. اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج كان قد عقد منذ عدة أيام لقاء موسع مع كل قيادات المحافظة، كل مديريات المحافظة، قيادات المحليات، رؤساء مراكز المدن والأحياء، تقديم كل الدعم لمديرية التربية والتعليم خلال امتحانات الشهادة الثانوية العامة. ربما أهم الإجراءات التي تم اتخاذها قبل انطلاق هذه الامتحانات توفير يعني عمل مظلات أمام هذه اللجان. ربما نقف الآن في إحدى هذه المظلات يعني بسبب حرارة الجو ربما إلى حد ما خلال هذه الأيام، تم توفير المياه المثلجة والتأكيد على تهوية كل اللجان الامتحانية وأعمال النظافة وأعمال التعقيم داخل هذه اللجان. أيضا هناك التأكيد على توفير الاستراحات اللازمة، عدد كبير من الاستراحات تم توفيرها بالتنسيق ما بين التربية والتعليم والوحدات المحلية للسادة المراقبين والملاحظين والمشاركين في العملية الامتحانية خاصة المغتربين منهم. هناك استراحات تم تخصيصها للسيدات وأخرى للرجال، وهذه الاستراحات مؤمنة تماما. تم يعني اتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة سوهاج يعني متابعة كل مسارات العملية الامتحانية وتأمين ورقة الأسئلة وتأمين ورقة الإجابة. مديرية التربية والتعليم بدورها كانت قد عقدت عدة بروتوكولات مع مديرية الصحة، مديرية التموين وشركة الكهرباء والمياه. خلال هذه البروتوكولات تم توفير طبيب أو زائر أو زائرة صحية داخل ال 78 لجنة الموجودين في محافظة سوهاج، مع يعني عمل تمركزات لسيارات الأسعاف بالتحديد بالقرب من اللجان التي تبعد عن الوحدات الصحية والمستشفيات. أيضا تم يعني التنسيق مع مديرية التموين بتوفير الخبز اللازم، السلعة التموينية اللازمة للملاحظين والمراقبين للعملية الامتحانية داخل الاستراحات. أنا عاوز أقول أن يعني كل أجهزة المحافظة النهاردة بتستعد يعني لضمان المرور بامتحانات الثانوية العامة بشكل يسير وبشكل يعني هادئ تماما. مديرية أمن سوهاج بدورها كان هناك جولة صباحية لقيادات مديرية أمن المحافظة يعني رفع كل الإشغالات
اي شيء ربما يتسبب في ضوضاء داخل اللجان. المرافق اداره المرافق هنا في محافظه سوهاج بالتنسيق مع اداره مرور المحافظه قامت برفع ربما السيارات الباعه الجائلون الموجودون بمحيط اللجان الامتحانيه. الدكتور عربي ابو زيد وكيل وزاره التربيه والتعليم في محافظه سوهاج كان قد اكد على تفعيل العصا الالكترونيه الكاميرات اللي موجوده داخل اللجان الامتحانيه لضمان يعني عدم حدوث اي تجاوزات ربما داخل اللجان الامتحانيه. ربما هناك ايضا غرفه عمليات مركزيه تم تشكيلها في مديريه التربيه والتعليم في محافظه سوهاج للتعامل الفوري والسريع مع اي شكوى ترد الى المديريه. تم اعلان هذه الارقام امام اللجان الامتحانيه وايضا هذه الارقام موجوده لدى رؤساء اللجان والمراقبين وحتى الملاحظين اللي موجودين في العمليه الامتحانيه. انا عاوز اكد على حاجه ان مديريه التربيه والتعليم بالتنسيق مع محافظه سوهاج وايضا مع مديريه امن المحافظه تم اختيار 78 لجنه بعنايه شديده. اولا هذه اللجان تكون بعيده تماما عن اي مشروعات تتم في محافظه سوهاج فيما يخص المبادره الرئاسيه حياه كريمه. لدينا عده مشروعات بتتم بالتوازي في كل مراكز المحافظه. تم اختيار هذه المدارس بعيدا عن ربما اعمال التي تسير في هذه المشروعات. اللجان موجوده معظم اللجان موجوده في المدن. الامور تبدو مع اليوم الاول لهذه الامتحانات الامور يعني تسير بشكل هادئ. لدينا توجهات وتمركزات امنيه مكثفه امام هذه اللجان. هذه الصوره هنا في محافظه سوهاج. اليكم الكلمه. اليك الكلمه يا هدير. اليك الكلمه يا احمد. شكرا محمد رفعت من امام احدى لجان الامتحانات الخاصه بامتحانات الثانويه العامه.